ليش اخذت الصورة اللي عندك؟ لكان وين بدها تكون؟ عندي. ليش عندك؟ لك وين بدها تكون؟ عندي. ليش عندك؟ لك وين بدها تكون؟ عندي. وليد كتير داخلي منك ها؟ ضلة البحر. ما فيش مينتو. دبر لك. وليد مالك قدي ها؟ وار قدك وقدود. وليد طاش حجري ها؟ ايدك وما تعطي. انا ما عندي كبير الا الجمل ها؟ انا الجمل. وليد هات الصورة واخذي الشيطان. نجوم السماء اقرب لك. لك الدنيا نهار ما في نجوم. استنى تتعتم. وليد انت كتير عم تعصبني. وانت كتير عم تنرفزني. رح اضربها. اخي ليش نتخانق؟ تعال نحل الموضوع بالنقاش. شرد. شرد. دبح.
واليد واليد لك واليد. نعم يا اخي تعال الا تعال. لا وهلا لسه وهاك افهمتني صرت لالا وين تكون عندكم شرف شفت ما احلانا بس نكون رايقين. لوين فكرك تهاجر؟ لا استراليا. وبتعرف استرالي؟ لا اصبح هاجر. وانت؟ انا خلقت هون وما بعرف موت غير هون. بتدل على هالحالة؟ بكره بتفرش. اذا الواحد مساعة ما بتفرش. وهي استراليا بعيدة؟ كثير. يعني بقدر اجي زورك كل يوم؟ من هون لهونيك سفر شهر. وليه؟ لو كان انا ومين بدي اتخانق؟ بدك تبطل هالعادة. برجع للتدخين ها؟ اوعى. لكان ما بتهاجر؟ لازم هاجر. لا سيدي ما بتهاجر والسما زرقاء. اخي بدي هاجر شو ما صار يصير. وليد كتير عم ترفع صوتك بوش وانت كتير عم بتدخل شي ما بيعنيك. بيعنيني غصبا عنك ولا لبين هاي ولا ولا قرب لقيت اهلك اي اي رب لك على مهلك علي كوعي والله انا نتف لك هالكباش سشوره لقلك اي 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 لك كباشي لا 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 ما تقوي خنو خنو نتو صار لك شيء يا لا وانت لا الحمد لله يلا نكمل يلا اي اي وين رايح وين لك لك شلوالي لك شلوالي وين هربان وين خو تعا تعا كل اكل هون يا عم تضحك والله لبكيك لك تعبنا يا حاجة لا بوكس تاني ومع ذلك ما بتهاجر اخطائية شابون وينه وين اختفى وليد وليد ولا كمشتك يعني قررت تهاجر شو شايف الله معك بونجور كم استاتا سينيوري والله لهلأ ما وصل السمك التازة وبايت ما بهون علي ابعت له على نافوخي اول ما بيصلوا عوافي بهيجي خانو اهلين ابو ولي شو بعد ما رجعوا الصيادة شوفت عينك إيه لكن دقي لي كاسة هالشاي ودعي لي من يدي ما نعدمها بهيجي خانو فكرتي بالموضوع فكرت وشو طلع معي طلع معي انه لا بقى تفتح لي هالسيرة يا بهيجي خانم ليش ما منحطش خبزتي على جبنتي ومنعيش بثبات ونبات بعد المرحوم مالي ناوي اجرب حظي مرة تانية ولك ليش لك حبيبتي شو هاي حبيبتي قصدي اقول هيك بك تضلك طول عمرك وحدانية عندي بنتي لعلي بنتك صغيرة علي هي امتين راجعة بسلامتها منو هاي المحروس ليلى خانو ابو ولي عيونه عم ينادولك بالقهوة ما سمعته انا سمعته ايه انت افضل عن اذنك على كل رجعي فكري بالموضوع تنفكح شو دبقة انت جو صيادة جو صيادة
ليش طولتوا؟ الموج جبال. وصلتوا منيح؟ بركة الله. أبوك صفيان لحاله بالقهوة وصار سائل عنك مرتين. إيه يا الله. تامر شي؟ روح هلا بعدين بحاسبك. طيب خاطري. أبو الويل، أنا أحجز للسينما ولا أنت؟ أنا ما بدي أترك القهوة. وعلى أنو فيلم أقطع؟ يلي بدك. إيه حلو هاد، بينشاف مرة ثانية. زين 2 كيلو سمك وخذهم لسلوى خانهم من التازة. عودي. وين السمك؟ بالقفة. شو ها؟ شايف الاستعمار شو عم يعمل بسمك الدول النامية؟ هيك اصطدتوهم؟ نحن اصطدناهم لابسين. ومين شلحهم؟ ومين بده يشلحهم؟ في غير هالنسوانجي وليد؟ برقية بهيجة خانم. شكرا لك. عفوا. تعرفي بهيجة خانم؟ هيك شو ما طلب الزبون بلاقي سمك بلا حسك فيه وحسك بلا سمك فيه. لا 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 خير. اقرا. لا 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 ليش؟ بس بهيجة خانم انا ما بعرف بقرا. ليلة واصلة ثلاثة. لكان. لا 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 أهلين بهيجة خانم. شو هاد؟ أنو؟ من هيك ما طلعت على الصيد. اليوم السمك معطل شنو عيد. وشو هالبرواز؟ هذا مشان شهادة السكرتارية اللي جايبتها معها. وليش هالكبر؟ أنت قلتي لي جايبة شهادة كبيرة. يو. وشو في هالسطيل؟ الدم اللي عم ينزف من القلب. ومنين جبت الدم؟ هذا حبر احمر. وجيت ليلى بدك لهالعجقه؟ ليش ليلى حبه صغيره؟ لا والله مو حبه. اذا ورتني شي المرحوم بيكون هالبنيه. ونعم الخلف. شحدت لكمل لعلمه من كتر ما احترق قلبي على حالي من قله العلم. بتضلي سيد العارفين ست بهيجه. ومنين جبت حق الزينه؟ من مكمورتي. وقديش دفعت حقها؟ 136 فرنك. ايه مسيك هاي بداله. لا يا ست بهيجة، انا شو ما عملت ما بكافيكو. اوقات بقول يا حالي لو كان الي ام واب كنت بحبهم قدكو. وين لقيتوني؟ الله يرحمه لقاك مرمي بشختورة على شط البحر. وقديش كان عمري وقتها؟ اه يوم واحد. ايه بتذكر، وكنت اما ابكي. ما كان يهناله عيش لتنام جنبه. الله يرحمه شو كان يضربني لصير زلمة وما كنت صير. شو كافح وشو تعب وشو شقي. اخذهم على المطبخ؟ لا احطهم بالغزانة. ليش شو هدول؟ زينة. سبقتني. مين؟ مرحبا بهيجة خانم. اهلين. ممكن تعلينا السلم؟ شو بدكم فيه؟ بدنا نزين قدام البيت. يا الله يقدرني على مكافاتكم. الله يخليك. ونهلهلتي هلهلنالك. ونهلهلتي هلهلنالك. ونهلهلتي هلهلنالك. صفينا البارود قبالك. صفينا البارود قبالك. ونهلهلتي يا صبية. ونهلهلتي يا صبية. واحد منا بيقتل مية. واحد منا بيقتل مية. دودة لحيا دودة لاح. دودة لحيا دودة لاح. وين دشرتوا المناح؟ وين دشرتوا المناح؟ بأرض حفرة بأرض راح. بأرض حفرة بأرض راح. أهلا وسهلا باللي جاي. يا مرحبا باللي جاي. يا مرحبا باللي جاي. أهلا وسهلا باللي جاي. يا مرحبا 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 باللي جاي. نبينا الدوجة وصنبليطة بالغور. يا مرحبا باللي جاي. يا مرحبا باللي جاي. ليلى بنت بهيجة خانم. وبدك إلى الدوجة؟ لك راجعة مليانة تعليم. سيدي مهما تعلمت بتضل بنت بهيجة بيعت السمك. راس ولا هي تاج راسك. يا مرحبا اروح عنا. وليد هو عم ينظرك عليهم. عليهم يلا.
يلا يا مولعين تعال دورك انت اللي بده لاعب الارض بده الاخر ميشو قرب لي كباشة الحمد لله على سلامتك تقبريني الله يسلمك يا مو اشتقنا لك ام اللون نحن بالاكثر ابو الغور اهلا كيف كان تراثك يا خالي ممتازه وليد الحالي اشتقت لك يا حلوه وانا اكثر يا حلو جبتي الشهاده تقبر امي ودرجه جيد شهاده كبيره اكبر شيء ان شاء الله تكون قد البرواز مشى محمد شمال يمين شمال شمال يمين شمال يمين شمال يمين يا مرحبا باللي جاي يا مرحبا باللي جاي اهلا وسهلا باللي جاي يا مرحبا باللي جاي مالي سامي باللي جاي مالي سامي باللي جاي بعدك عالباب يا شطوط البحرين بعدك عالباب يا حلو الصديق بعدك عالباب يا شطوط البحرين بعدك عالباب يا حلو الصديق خبوك الناس عني يا حياتي ما عرفوا الناس انك بعيني انك بعيني شو تعبوا عيني بعدك عالباب بعدك عالباب يا حلو صبيح طبوك الناس عني يا حياتي معك الناس انك بعيني انك بعيني كتاب وعيني دخلك يا موج خبرني شو صاي راحت لبعيد ما التفتت علي راحت لبعيد ما التفتت علي بعدك عالبال يا شطوط البحرين بعدك عالبال يا حلوة صبيه حبوك الناس عني يا حياتي ومعرفوا الناس انك بعيني انك بعيني يا عمري افرح برجوع الحبايب يا قلبي ارتاح يا عاشق يا دايب يا عمري افرح برجوع الحبايب يا قلبي ارتاح يا عاشق يا دايب يا مع الشط استنيت المراكب حتى تهنيت برجوع الصبي حتى تهنيت برجوع الصبي بعدك عالبال يا شطوط البحرين بعدك عالبال يا حلوة صبية
بعدك عالبال يا شطوط البحرية بعدك عالبال يا حلو صبي خبوك الناس عني يا حياتي ما عرفوا الناس انك بعناي انك بعناي شو تعبوا عيني شو عنا حجي؟ هي مشانك أنا عملتها تريني مهم كتير وغالي مثل زمان يا ريت لك شو بنا؟ ما خلص مؤتمر هالكمة؟ خلص ما اشتقتي لهالبيت؟ صلى يلا أهلا وسهلا باللي جاي يا مرحبا باللي جاي أهلا وسهلا باللي جاي عوفت اهلا وسهلا باللي جاي يا مرحبا باللي جاي ارجيني ماما ارجيني جاي. يا مرحبا باللي جاي اهلا وسهلا باللي جاي يا مرحبا باللي جاي الله يسلم يلي خلفتها سمعنا ايمتى رح اسمع منك كلمه طريه بتبل القلب بابا لفه ايه سمعتي اللفي ليش واقفين على الباب تفضلوا تفضلوا يلا لا بعدين تتفضلوا هلا ليلى تعبانه وانتوا عندكم شغل على الاقل يشربوا فنجان قهوه ايه عندهم القهوه هات الشنطه من ايدك نسيك شو هذا بخشيش معي بولا مزبوط عيب هاته الغايب الكم والهديه النا ما حلوه بلا فنجان قهوه بين النور ما في تكليف شكر الله سعيكم يلا حلو روح ربي ما يحرمني منكم لا انتي ان شاء الله صبريني تقبري يا بس لك اول شي بدك تأرجينا الشهادة الكبيرة اللي اخدتيها ايه يلا وبدرجة جيد اربع سنين غبتي مشانها ايه مو محرزة يو هي هيك ايه ها هيك محرزة بس يا ريت جايتي قد البرواز انا برواز شحو حلوة هالجرافة؟ بتجنن هي هديتك بكره بشتري لها طقم وبشوف لي زلمه يلبس لي اياه ليش؟ شنو انا ما بلبس جرافي هلا ورايح بدك تصير تلبس إيه؟ ماما هذا الك لك امي انا خرجي هيك الوان خرجك ونص بعدك صبيه ليش كان يكفيك المصروف اللي كنت ابعت لك اياه لحتى تجيبي لنا هدايا الله محيي الفلافل دبري امي دخيلك اشتقت لك اشتقت لكم اشتقت للبيت للحيطان للعب غوار امتى بدنا نلعب فطبور هلا لا هلا تعبانه وجوعانه ولي على قلبي لروح احط لك لقمه اكل تقبريني ولي على قلبي لروح احط لك لقمه اكل تقبريه صباح الخير وطي صوتك لسه ما فاقي لسه من عيده صباح الخير صباح النور اصطدتوا منيح وطي صوتك اصطدتوا منيح بركة الله وطي صوتك بركة الله وديتن على المسمكة وكيف لحق وطي صوتي وكيف لحقت تجيب الخبزات بهالسرعه موصي عليهم وطي صوتك موصي عليهم من امبارح ايه؟ راحي روحي ايه؟ اجيت امشي على مهلك يعني عندي شبه
ماسترج ويقربوا علي. خافوا منك؟ بخيت حالي بالديديتي. ليش ما فرشت بالصالون؟ خفت يجينا ضيوف. ليش هدو؟ هذا ورد بري ليلى بتحبه. ها كتر الحلم. هلأ لو أخذت شهادة أكبر كانت نامت على الواقف. مو مو صباح الخير. صباح النور. جاهز الأكل؟ جا يا على شو شايفتك لابسة لون يا مهوة. عم استنى لتفيقي، بدي روح على الدكان. إيش لحي ما في روحة. والدكان بيستلمها غوار. وأنا انتي ارتاحي لك ماما. ماما حاجتك، تعبت كتير، صار دوري. مو لا تستلمي شغلك تقبريني. مو لا تستلمي شغلك تقبري. تازة السمكات صيد اليوم من حقا بدك تسلمي المحل. اي نعم، بنتي ما عاد بدها يعني اشتغل. اي انا من رأيي خليكي عم تشتغلي. ليش بقى؟ لانه اليوم بدي شرف انا وام محمود نخطب المحروسة لمحمود. هذا اللي صار له 3 سنين بيسترتا فيك. ايه بس السنة مصمم ياخدها. شب محرز بقى فكرنا نجوزه. احسن بفضي فكره للعلم. منشان هيك مثل ما عم تراعينا بالسمكات بدك تراعينا بالبنت. كم كيلو بدك؟ كلها. عم نحكي على السمك والبنت. مو للبيع، لانه بدها تكمل تعليمها وتتخصص. وبايش بدها تتخصص؟ بعلم الحيوان؟ حتى تقدر تتفاهم مع ابنك. مرحبا ست بهيجة، شو وين غوار؟ راح مع ليلى. لوين؟ ما بعرف، شي محل بتحبه. في شي؟ لا سلامتك. ما امتى بنقدر نشرف؟ ما في لزوم. ليش رجعتي السمكات؟ هدول مو للبيع. وهدول؟ إلهم اصحاب. ليش فاتحة لكان؟ حيوانات. بس عيلي، لك بس عيلي، بس عيلي. شايفة مخمخة على الطابة. أنا بفرجي. أي كركرتيني لك خواص اللي خشيت ما حدا حتي. يا خي فول. ليش عملت؟ شو عملتي؟ كركرتيني. لا كنت عم برفع لك الشروال. كركرتيني وفاول. لكان بطلت. لكان مو فاول. شف. شو عملت كمان؟ وقت ما استقطع على أصل للجول. يلا هناح. لا هناح. لا يا هناح. لك يا هناح. لا ما على أنو ناح. جول جول جول. 3-0. ما بصير يا بي، لازم تضرب يلا هون. شو؟ وقت مستقطع. ليش؟ سلاح النظارة لا تنكسر. ايه وين صرتي؟ هوب اي فات؟ لا Thank you.
قربي لي اشوفك منيح. وين صاريك؟ سمعيني صوتي. هوب 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 هوب. لك منين جاي الصوت؟ هذا بحري. هوب. اي لك وين راسي؟ قول قول. صرنا 10-0 كلهم زعبره بالزعل. 4 اقوال اختيون كركره و2 فركشه و3 شلحتيني النظاره. لا ارفع الشروال عم يضايقني بالركض. هلا كرك لي قد ما بدك ما بحس. ورجيني. شفتي؟ ما عم احس. ما عم اضحك. لك حاجه خواصري. لك هلا حطوا خواصري. ما عم احس شو يعني. مضى 6 ساعات على بداية المباراة والكرة الآن مع غوار، غوار لوحده والكرة لوحده، غوار عطى باص لغوار، يا سلام على هالتمريرة. غوار قطع الكرة على غوار، يا خسارة، باص بعيد. غوار هاجم ناحية اليمين، الشمال فاضي، غوار وقع. إن شاء الله تكون الإصابة خفيفة. غوار قام، الحمد لله، تصفيق. غوار لوحده، ما في حدا، غوار راح يشوت، غوار شاط، يا خسارة. لا مو يا خسارة، غوار ما شاط. ريح تشويت، طبعاً المباراة حامية. لازم فرقنا تلعب دوماً مع فرق قوية وتخسر. غوار رفعها اوفر لغوار رقم 10، هذا لاعب كبير، كان بطل الدوري تبع الحارة. غوار هاجم، شمال فاضي، اليمين فاضي، ما في الدومري. غوار متسلل، ان شاء الله ما يشوفه الحكم. مرحبا ليلى. اهلا وليد. ليش ما قلت لي جي عالكوب؟ لشوفك بتحذر. حذرت. شو عم تعملوا؟ عم ندرس كيمياء. بس انا شايف عم تلعبوا فوتبول. لكان ليش عم تسأل؟ بدي العب معكم. خلصت المباراة. ايه شو انا مالي دور؟ مالك داخل بالدوري. بدخل. ليش انت بتفهم بكرة القدم؟ لا لك انا اقدم طلب لنبعتك بعسي. يلا نرجع هلا، ماما بيغلي قلبها. ماشي. غوار انا بوصلة. ديب وكلوه على غنمي. معلش غوار، جيت معك برجع معه. ناكتي. دولابك منفذ. لعما شو نفسه؟ بده يكون شي بسمار. لكن سابينا حتى متأخر ليلى. والله لنفس رقبتك. ليلى بعدك؟ بعدني بحبك. كنت رح اسألك نفس السؤال. ليش ما سألتني؟ عرفت الجواب. كيف؟ من عيونك. طول الليل سهراني. مع مين؟ تعرفي؟ بحب اسمع. في غيرك؟ مدري ليش بس يكبر الحب يكبر عذابه. صاير شاعر. بس يا ريتك شاعرة باللي فيه. شاعرة؟ مو بصدق. أعمل لك قصيدة. ليلى لازم اعمل شيء، لازم لاقي شغله منيحه لاستحقك. شو يعني شغله منيحه؟ امك ما علمتك لتجوزك لصياد سمك. وليد الشغل ما في عالي وواطي. يا ريت كل الناس يفكروا مثلي. ما بيهمني شو بيفكروا الناس. بس احنا عايشين بيناتهم.
والهجرة بتحل المشكلة؟ على الأقل بحاول. طيب ليش ما بتحاول هون؟ شو في هون غير القهوة وصيد السمك؟ المهم إنك عم تكافي. ما بكفي. أنا رضيانة. وأمك بترضى؟ ما بعرف. لو ما وافقت على زواجنا بتخرجي عن طاعتها؟ ما بتصور. شفتي؟ لازم نضل طول عمرنا واحد مسافر والتاني عم يستنى. أحسن ما ياخذوكي مني وأنا عم أتفرج. ليلى تستنيني؟ طول العمر. هلأ صرت بقدر أتحمل إلى المغرب. لوين فكرك تهاجر؟ على أستراليا. ما في أبعاد. هي أبعد شي بهالدني. لكان هاجر مشان الرسول. أهلا غوار. شو عم تعملوا؟ عم نشم هوا. وقبل شوي شو كنا عم نشم؟ بس أنا ما شميت. والهوا ما بينشم إلا مع ليلى. لكن بدي شمه معك. ليش من شو بشكي أنا ولا؟ مزبوط ولا منفسه؟ عقبال عندك. وشو نفسها؟ بده يكون شيء ابن حرام. مثل اللي نفس لي دولابي. تعال هقلك. لمين هولا؟ وانت شو خصك؟ مزبوط ما خصني. افحمتك. وليد غوار بيوصلني احسن ما اتاخر. طيب. تا تا تعال شو توافق. اجا والله. انا بورجيك. يا صباح الخير. أشهد أن لا إله إلا الله. ما ردي بالصباح. صباح النور. إن شاء الله نهارك مبارك. خلصنا. الله وكيلي صرت مسخن لك كاسة الشاي 3 مرات. تقطع. أبو وليد لا تعذب حالك، ما في مني أمل. في في بس انت ما بتعرفي. ها قالوا له للمسمار ليش بتفوت بالحيط؟ قال له من كتر الدق فوق راسي. ايه دق لك. بقى انت المسمار وانا الحيط. هلا هذا غزال. اي نعم. سبحان الذي خلقك. شو من غزلاني بعد ما شفتي شيء. ابو ولي عيونه عنا شغل. بس ما قلتي لي ليش تاخرت اليوم؟ غلي قلبي عليك. رحت وصلت ليلى على شغلة. استلمت وظيفه اليوم وان شاء الله الوظيفه منيحه. اوضه لحالي وطاوله وتليفون. والمدير كيفه؟ اختيار. ما عم اسالك عن عمره. كيفه معي؟ لسه ما بين خيره من شره. وان شاء الله ما عم يتعبوكي بالشغل شوي. صحيح نسيت قلك قدمت طلب زودة معاش. ايه ما حلي. ستي قولتي. يلا ماما بخاطرك سلمي لي عليها. يا مهول رايحة لعند سلمى رفيقتها. اشتقت لها صار لي من قبل ما اسافر ما شفتها. تعي لوصلي. لا حبيت مشى. تقبريني لا تطولي احسن ما يغلي قلبها. تقبري لا تطولي احسن ما يغلي قلبها. باي. امشي على الصريف. ساعد لمن؟ وشو اخذك لعند حمدي باك؟ بلكا بساعدني مشان موضوع استراليا. ولك يا ابني مش رح تشيل الصرعة من راسك. يا بابا ما في غير هالحل. ما عم تشتغل هون وماشي الحل. ضل طول عمري قهوجي. هذا بيك قهوجي ولا بتتعيط؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. قل بس ارجع بخاطرك. اتتاخرش انسى بيك بسؤال انا الزبونات. وليد ايوه. ولا ناكنة
وما مر ببالي خاطر انسى ما في مثل ما معقودات الحاجبين وعليها لون خدود احلى من الورد بمرتين سمرا وعيون سود معقودات الحاجبين وعليها لون خدود احلى من الورد بمرتين شعرها الاسود اسود ولا مثله كحل الليل لما عن جبينه بيحرق بيضوي نجم السهيل شعرها الاسود اسود ولا مثله كحل الليل لما عن جبينه بيحرق بيضوي نجم السهيل يا لا لا يا لا 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 اه يا عيني يا ليل يا لا لا يا لا 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 موالي ما هطويل بعد الحيل وفاكر ولا ناسينا ولا ناسينا من يوم ما عرفت ناطر يلي مثل ما في ما بعد الحيل وفاكر ولا ناسينا ولا ناسينا ما مر ببالي خاطر انسى ما في مثل ما جنبي. بس عيونك مسافرين عم فكر شو بدي اعمل بس ارجع لا اقدر اساعدك ساعدتي اني ابقى جنبك وبس بدي اعمل لك قصر بثلاث طوابق خليهم اربعة مشان يسع سعادتنا وعفشنا وكل طابع 20 غرفة ومغسلة بحنفيتين وبدي اجيب لك سيارتين بلشنا مبعزه واحدة بتكفي واحدة لك واحدة الي بدي سيارة باربع دواليب وزمور وبدي اشتري لك وليد ما بحبك تفكر هيك شو الغلط عادتي اركب معك على الفيسبا ولا كل واحد يركب سيارة ويروح من الطريق نام انا وانت بأوضة صغيرة من وشفونة ولا اتقلب طول الليل على سرير ده المظاهر ما بتشتري سعادة لانه السعادة بتنبع من جوا المظاهر ما فيها تدخل لجوا مظاهر بتشوف الناس بس ما بيشوفها القلب انا بشوف القمر مضوي ليلي لما بكون سعيدة من جوا ولما بكون تعيس القمر ما بيعني لي شي اذا بدي حب اللي بيعمر لي قصر بحب أكتر اللي بعمر لي قصرين وليد قدرت تفهمني هذا طول عمره أجداب منين بده يعجبها طابسي بواحد تاني مين عيب الواحد يحكي عن حاله بتحبها من الطفولة غيره أبو الغور زرستين بقدونيس والله أنا قلت لحالي خطبه وشو اللي قال لك لحالك لعندي صرت شايفه مرتين ثلاثة مع بعضه وين؟ مرة على البحر ومرة بالسنديانة ومرة بالعرزال وأنا ما كنت معه؟ لا عجيب مع إنه ليلى ما عم تغيب عن مكلتي مساح كزلكك مساح وين أبو الغور ما أخذت الأغراض؟ تركت خبر انه سبقتكن على البيت بس باقي ساعة ليخلص الدوام اخذت اذن من المدير وراحت ليش؟ الراسة واجعها واجع الراس بده راح بير وصار له كم يوم مش على بعض شو شاغل باله؟ ابصر وكم مرة وجعوا راسه بهالاسبوع؟ ثلاث مرات هذا عرق الانسر ما بعرف راح لعندي حكيم ليشوف زمان؟ مشي ساعة Thank you.
كيليان كوسا بدهم كل هالعوقه؟ محولين الطريق اتجاه واحد. وين الكوسايا؟ انو كوسايات؟ يلي رحت تجيبهم. ما بعتيني اجيب كوسايات. لكن شو بعتك تجيب؟ كوسا. مو مثل بعضها؟ كوسايات جمع مؤنث سالم. ها وكوسا؟ فعل مضارع. وشو بيفرقوا بالطبخ؟ شو هدول؟ الكوسا والكوسايات؟ كوسايات مفردها كوساية. دوختني. حديدي حمياني. أنا حديدة. مين جاب سيرة الحديدة؟ أنت. أنا عم بحكي على الكوسايات. وصلنا. وين الكوسايا؟ أنت بعتيني جيب كوسا. وينون؟ ما جبتهن. ليش؟ قال بدكن ياهن للطبخ ولا للأكل يا ترى؟ بسم الله حولك وحواليك. لا تخاف لا تخاف. قرب قوار. باك شيلك ابني. والله بن بن بني. شو بنا؟ بني شي. شو هالشي؟ ابصار بس قد حرف تحقيق. تعا سمي. نعم معلمتي. تعال شوف. روح لعند ابو ياسي جيب كيليين كوسا وتعا. امرك معلمتي. انا بدي مايو. انت خذ هالسمكات رجعون على البحر. لا على الشاليات. وهي العنوان تقدر من جري. بس الحديدة حمياني. مثل ما بدك. هيك بدي كوسايات كوسايات كل كل واحدة كل كوسايات. الو الحديدة حميانة كتير. عفوا ويلكم ويلكم ويلكم. هلأ مشيو 5 مينت بيكونوا عندكم. جود باي مستر توينجي. خلينا نشوفك. يا خيي. مستر توينجي موجود؟ Come on folks, come on. Come on doggy. Yes? You Mr. Tfingy? Yes. You speak English? Sure. I Mr. Fish. What fish? You speak English? Yes. هاي الفيشات اللي وصيتوا عليهم. Oh yes, thank you. Come in. You speak English? Yes. I go. Okay, I go. He speak English. عمو بعده الله يوفقك. Take him inside folks. Take him. Hey. You speak English. Yes. I go. Yes. Take them inside please. I go. Go on. I go. تكرم عينك كل يوم بعطيك درس وانا باخذها. امتى بقدر احكي انجليزي؟ بعد شي سنتين. شو سنتين؟ انا بدي من هون لبكره اصير مثل بلبون. صعب شوي. مشكله. وليش بدك تتعلم انجليزي؟ مليت من العربي. وراح تعلمينا انجليزي فصيح؟ طبعا. اوكي طالما بتحبها وبتحبك ليش نخطب لك شيها؟ ما بدي امن مستقبلي اول. رجالي انا نغمه السفر. انسى البنت موافقه يا ملا؟ موافقه. عيب دق الحديد وهو حامي. طيب ولا شو العجله؟ فكري يعني بركي اذا انت اخذت البنت بيصير لي طريق اخذ الام وبنصير عدله. فوري جاهد. فوري جاهد. يا ساتر. يلا تعا بوس ايد عمك ابو وليد وهي طنط وليد كمان. مينو هذا؟ هذا من العيله. اي عيله؟ يلي راح تشتغل عندهم. ما فهمت شيء. وامتى كنت تفهم؟ يلا تريك ابوك من ايدك وامشي معي. لوين؟ دبرت لك شغل عند ناس سواح من استراليا. عم تحكي جد؟ لك هي فوكس جاي يمضي معك العقد.
Come back after half an hour. Okay. الساعة 10 في اجتماع مجلس إدارة. لا، بمكتب السيد المدير. بخصوص إيش؟ بعتنا التلكس ولسه ما إجانا جواب. تكرم. أهلا وسهلا. تفضل. نعم. أهلا. سيدتي الجميلة. طلع. هذا خطيبي. تشرفنا. رجعيها للمحكمة الشرعية. نعم. قصدي للصيانة. حاضر. على فكرة. نعم. مبروك. شكرا. بس لا تنسوا انه هون دائرة رسمية. انا اسفة. ليش هيك لابس؟ هيك بدها الخانم. اني خانم؟ بنت معلمة. افتكرت. بس لابقتلك. بس انا ما معود على جرافة، رح اختنق. وحلوة؟ الجرافة؟ بنت معلمك. مو قدك. يعني حلوة. بنظري لا. مو بكرة تشوح عيونك عليها وتصير تبصبص لها بالمراية وانت عم تسوق. اما شو السيارة؟ بتاخد العقل. مش نعمل لك برمة، مشي. يا ريت. معي نص ساعة ما بدك؟ بالدوام. مو واجعك راسك؟ كتير. خدي إذن. ما بقى يصدقوني. لكن برجع بوصلك. لا، غوار جاي يوصلني، خطي بلا ما يزعل. مرحبا بالغور. اهلا ابو الول. لا بقت لك البهدله. هذا من جكرك. وامتى رح تسافروا؟ شي 10 ايام كمان. شو يا قال حاطط عينك على بنت معلمك هيك شي؟ ايه حطها حطها. اما شو شقفه؟ اللهم هنيهم خاطرك. مع السلامه. واقف لقلك. خير. وين كنت؟ بشركة الملاحة عم لاحق معاملة السفر. وهون معاملات السفر؟ ما بدنا نسافر بالباخرة. افتكرتك كنت عند ليلى. ليش ليلى هون بتشتغل؟ لا هنيك. لا رح سلم عليها. ايه روح. لا عم شو حوبة يا الزلمة. شو انا مجنونة؟ لا ارمي بنتي هيك رمية؟ ليش مع وليد؟ بتكون رميتيها؟ ما لكش حق بهالكلمة ست بهيجة. ما تكون محلي بتعطيها؟ وليش لا؟ وحدة مع شهادة كبيرة تاخد واحد ما بيفهم الطيخة من البطيخ؟ شو الشغلة بالشهادات يا ست بهيجة؟ ولا منتظرين لتشتغل والطعمية؟ ليش هالكلام الجارح ست بهيجة؟ شو شايفة ابني عواطلة؟ لا قهوجي. ما استلم شغل عند الجماعة ومسافر معنا استراليا. يا فرحتنا. بقى فكره يربط البنت قبل ما يسافر. يا شو هي معزاية ليربطها؟ استغفر الله. بس مشان يسافر ويكون قلبه مرتاح. اي سافر الله معه. وبس ارجع. لكل حادث حديث. وبلكي خطبتوها بغيبة. كل شيء اسمه ونصيب. ما استفدنا شيء. ست بهيجي حط ببالك ما في شيء بياخد ليلى مني ولو اضطر بقت السما على الارض. لا لك يا ابني، افش لزوم لهالكلام. لا متفاصح ما شاء الله. ست بهيجي وين البنت؟ تنسألها شو رأيها؟ ما في لزوم. انا اما واضرب مصلحتها. ايه يلا يلا. مشربت لهوي. مشروبة.
ضحكت شوية قال ود عاشي، ولما بكيت ضار قال ود عاشي. عتبي على ناس ما تخبي سرنا، انا عتبي على ناس ما تخبي سرنا. برضو العشق مش عايش، عاش انا عاش. عاش يا هوا والله يا هوا، وفي ليلة جاني حلو ورماني، وفي ليلة جاني حلو ورماني. خدني يا هوا خدني يا هوا. من نظرة واحدة أنا نزل يمر الكان عالجنة الحلوة وداني، أهياني منه أهياني عالجنة الحلوة وداني، أهياني منه أهياني. وبعد ده كله الناس، وبعد ده كله الناس، وبعد ده كله الناس، وبعد ده كله الناس، وبعد ده كله الناس بتلومني ليه يا هوا. وفي ليلة جاني حلو ورماني، وفي ليلة جاني حلو ورماني. خدني يا هوا خدني يا هوا. عاش يا هوا والله يا هوا، عاش يا هوا والله يا هوا. صدقتي انه ما بيحبك؟ الله يسامحك. وهي شغلة الخطيبة كلها تمثيلية. فرحني دايما برؤاك، زي ما فرحتي بهواك، فرحني دايما برؤاك. قول للحزن انسان، قول للحزن انسان، قول للحزن انسان، قول للحزن انسان، ونعيش العمر سوا. وفي ليلة جاني حلو ورماني، وفي ليلة جاني حلو ورماني. خدني يا هوا خدني يا هوا. عاش يا هوا والله يا هوا، عاش يا هوا والله يا هوا. وفي ليلة جاني حلو ورماني، وفي ليلة جاني حلو ورماني. فادني يا هوا فادني يا هوا. واندرفول. ليلى، أنا من زمان عم استنى هاللحظة لأقول لك شغلي. قول. ليلى، أنا بحبك. شكرا.
عفوا واجبنا. وانتي؟ انا بحبك. الحمد لله. بقى شو رايك نفاتح امك بالموضوع؟ انا موضوع موضوعا ما في داعي. تعرف اني بحبك ورح تضل اخ عزيز عندي طول عمري. ما فهمتي علي. انا قصدي قصدك غلط. ليش غوار؟ انا وانت ربينا ببيت واحد، ولما كنا صغار نمنا بسرير واحد. ما نفصل السرير اكبر. غوار ما فيني حسك الا اخ. انا بدي مثل وليد. غوار حاول تفهمني. صعب. يمكن عم قالمك، بس انت اخ، اخ بس. ومن هون لهون سيدتي الجميلة ليلى، أنا بكرة مسافر. مع السلامة. مع السلامة. هيك بتودعيني؟ ما عندي أحسن. ليلى شوفي. سلام. إلك يومين عم تهربي مني، بقدر أعرف ليش؟ مو ضروري. طيب اطلعي لوصلي. غوار جاي ياخدني. بدي أحكي معك كلمتين. تتأخر على شنكوحتك. أي شنكوحة؟ فهمت. بكير. حبيبتي الله يخليكي، لا تجنني. ليش انت كان فيك عقل؟ ليلى انت بتعرفي اني مسافر مشانك وبس. اذا مشاني لا تسافر. طيب اطلعي لنتفاهم. بالله. بدك تطلعي غصب عنك. لا يا. وبجرك قدام كل الناس. جرب. شو بيمنعني؟ بتحل عن البنت ولا لا؟ لك ما بتخجل؟ وانت شو دخلكم؟ اي. يا اخ. ناخذ لك اياه على المخفر؟ لا تعذبوا حالكم، انا باخذه. حكم. كنت مجبور سير فينجو وبنته لأمن الشيء اللي تعهدنا عليه. سايرهم بس مو تذهلنا ظهره للشنكوحة. هي انت بتسايري مديرك بمكتبه، ليش ما بشك؟ انا بسايره؟ موجوع؟ كتير. من صدرك؟ منك. يا سمارلو يا سماري. تعبان يا قلب خيو هوا كرامي. يا ابو كمر فضا عايش البغضا بعطيك لا ترضى خيو بالعيد رسمالي. يا ابو عيون وسع حطيت بقلبي وجع بعطيك سبع ارباع خيوم
من عين رسمالي هل أزمار اليوم هاي أسمر هاي تعبان يا قلب خيوب هوا كرامي ليلى بكره مسافر ما راح تدعي لي اذا بقى الله يقبل مني ناطر كلمة الله معك اهلا بست الحسن كنت جاي خصوص لعندي تجيني مجيه ان شاء الله انا ولا انت غوار راح معك على المينا ودع وليد لا يا مصيبتك يا بهيجه السماك خير امبارح غوار ما نام بالبيت ولحد هلا مو مبين ليك لا يكون عمل له شي حادث يا لطيف يا لطيف تلطف يا رب وايمتى العود بده حن على قشره هلا وقت ضرابه دخيلك يا اخي طمنا طمني يا اختي حادث بسيط ليك والله السياره متوك ان شاء الله عمره ما ترجع المهم هو وين بيكون خاف وهرب لوين بقاني داخل على الله وعليك يا شيخنا لويش هربان قتلت اثنين حرقتهم لويش لاني بحبهم بتحبهم اي
مثل ما يقول عبد الوهاب، ومن الحب ما قتل. بتحبهم وقتلتهم، لو كنت بتكرههم شو كنت بتسوي؟ بمصع رقبتهم. بقاني مستجير فيك يا شيخنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شغلوني عندكم. شو تقدر تشتغل؟ صيد سماك. بس عندينا بالصحراء ما أبو سمك. حي صطوش هلو. السمك ما يعيش بلا مي. أني خابر سمك بلا مي. وين؟ بعلب السردين. والله اللي يشوفك ما يقول عنك قتال قتلة. ايه انا ما بيبين علي. يا ولدي تقدر ترعى غنم؟ برعى حمير. عنك شيخنا. هلا بضيف، هلا بضيف. يا اهلا وسهلا. بالمؤهل. شو شايف صفيان لوحدك بالقهوة؟ ايه والله، ما ابني وليد مسافر. لوين؟ استراليا. عبقول صار لي مدي ما شفته. صار له حركة شهرين وشوي. بالسلامة ان شاء الله. صحتين. شكرا. على العافية عمي ابو وليد. اهلين بريحة الحبايب. عمو اجاك شي من وليد؟ لا هلا لا علم ولا خبر. وانت؟ ابدا. مش عارف ليش الاهمال. الغايب عذره معه. وشو عذره؟ ليغلي قلبنا وما يبعد شقفة ورق يطمننا. ابصر. شايفي تعباني ولك عمي؟ شوي راح اعمل لك فنجان قهوة من بيتي. كتر خيرك. وين اختفى؟ فص ملح وذهب. ليكون راح الشام وطبلوا المقام. لغوار ما بيطيب. ستي طابت لغيره. ربي هون وما بيعرف يعيش غيره. ولي على قلبي. غوار مثل السمك، اذا طلع من المي بيختنق. وشو اللي طلعه من المي؟ السمك ما بيطلع بطيبه. حاجي شفقي على حالك. الله لا يخلي بيت من رجال. امين يا رب. والله الرجال بالبيت بيضل عضاضة حتى لو على عكاكيز. أنا جاهز كون حيط ببيتك مش بس عضابة. لكن احنا بإيش وهو بإيش تتقطع؟ والله قلبي فحم وليلة راح تطق عليه. ايه راح تطق علي ولا على؟ تفضل عمي. صحيح شو أخبار وليد؟ وليد من يوم ما سافر لا حس ولا خبر. الله يسهل. والتاني شهرين ما يبعت يطمن عن أخباره. ايه ربو تعبو. قولي على قلبي يا غوار، يا ترى وين اراضي؟ بعقبيها ايد الفلاساري تعتر قد عيقي قد بلق عيقيها على جمال البضعة تعلقها تعتر مهرة الزرقاء دحيش عليك نحيق عليك يهيع دحيش حيقي ذيب ضبحة الحيقي يحيقني تعتر. بوس ايدك يا حضرة الملازم، والله ما عم تغمض النعين. طمني ست بهيجه، اول ما بتجينا معلومات عن غوار منخبري. ابعث هالشرطه يدوروا عليه. اي ما عم نقصر. الله يخليك لميمتك يا رب. ها ايش؟ السلام عليكم. عليكم السلام. من وين طريق كفر القمر؟ من غاف. شكرا. خالي وضحوا ابن عجلان من ربعكم؟ لا بالله. بالله تسلم لي على مشاعري. الله يسلمك. ها خالي 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 اوقف اوقف. انا اسمي ميسور. والنعم. شو اسمي؟ ميسور. والنعم. انا مالي غوار، واذا حد سألك شفت غوار قله لا رحل سوق. قل هلع.
اجلسي اجلسي. قام بقتل المجني عليهم حرقا. بريء يا بيه. لقد قام بفعلته عن تصميم وإصرار. بريء يا بيه. لقد آن لنا أن نخلص المراعي من أمثال هذا المجرم. بريء يا بيه. لك حاجة تقول بريء، راح أقوم أنطحك. اعتبر هدول مين؟ وليد الجيلة. تعرفون؟ لا. حرقتون؟ سيدي الحارس أكل لي الخسة. ايه هاي من حقه، انتو بكفيفوا اللحم. نعم سيدي، ما عاد كفاهم، عم ياكلوا لحم بعضه. بشر، اذا واحد منا اختلف بالرأي مع اخوه بينطحوا، مو مثلكم بيذبحوا. كذب يا بيه. ايه اسمع الاخبار، شو قرار هيك بموجب قانون المراعي حكمت المحكمة على المتهم بالاعدام نطحا حتى الموت. بريء يا بيه، بريء يا بيه، والنبي بريء. يا حشومة يا حشومة حشومة، ببوس ايدش يا حشومة، راح يقتلوني. مين بده يقتلك؟ النعاش. انو نعاش؟ اللي كنت قاعد برعاهم. لا تخاف عمي، وليش بدهم يقتلوك؟ لاني قاتل زلمتي. انت قاتل زلمتي؟ هي بالله يا حشومة واكثر. ايه عود عمي عود. هاك خالي وين تتركني؟ اقفل الباب هالحين يجوا. لا تخاف عمي، ما حدا بيستجي يفوت لهون ابدا. عود لشوفه. ادخل سيدي. في واحد قتل زلمتين بس. شنو هالحر هذا؟ وينو؟ منو؟ واحد بدأ كان قاعد هون ما شفته. لعم هرب. وقفل الباب. يا محمد يا فواز، لك يا محمد يا فواز، يا محمد يا فواز. خالي اني اللي قفلت الباب حتى ما يجون الخوارج. اي هاك المفتاح، تعال شوف. تعال تفضل. بوس ايدك سيدي، اقتلوني وخلصوني، ما بقى اقدر اهرب انا. فواز؟ نعم سيدي، انا قتلته. لمين؟ لوليد القهوجي وليلى السماك. وليد من شهرين سافر لاستراليا. سافر بعد ما قتلته. مرحبا ست بهيجة. أهلين حضرة الملازم، طمنا دخيلة. فوت يا ابني. مين؟ غوار؟ أهلين تقبر عيوني، أهلين. لك وين رحت؟ ليلى، يا ليلى. يا ليلى. غوار؟ غوار، غوار، استأذن الله. خليت قلبي. ليلى ما صدقت؟ صدقت. يا اخي غوار اخذ الكرة من ليلى وهاجم لوحده. يا سلام، لا يا خسارة، فلتت منه. نص ساعة مضى على بداية المباراة واللعب لا يزال دون المستوى المعروف للفريقين، والنتيجة لا زالت الاهداف دون التعادل. الكرة الان. ليلى وحكوني. مساء الخير ماما. مساء الخيرات. اوامر رجعتوا؟ تعباني شوي. وين غوار؟ جاي.
يلا لكان عامله فنجان قهوه عظمه بشربه انا وياكي. معلش ماما مو جاي على بالي. على علمي ما بتشربي القهوه الا من تحدياتي. مدري ليش متضايقه شوي. شو اللي مضايقك تقبريني؟ ولا شي. يو كنا نقول مشان غوار، غوار رجع. شبكي؟ ما بعرف. البنت سرة أمها وما بيصير تخبي علي شي. يا ريت اقدر ما اخبي. ما فهمت. يكون في حدا ببالك. لو سألتيني هالسؤال بوقته. وامتى كان وقته؟ لما قررتي عني وما سألتيني شو بريد. بيكون بعدك عم تفكري بوليد. عمري ما فكرت بغيره. اشيلي هالفكرة من راسك. تكرمي. أنا يوم رفضت طلبه مشان مصلحتك. أنا يوم ما جدلتك مشان ما أخسر رضاكي. لكن ليش عم ترجعي للموضوع؟ أنت سألتيني شو بكي وأنا عم جاوبك. وليد كان طمعان بشهادتك وبس. كنتي عم تستني واحد غني يشتريها؟ غير مشاني. ماما اللي عنده نقصور ما بياخدوا غير من بعضه. إيه بلا فلسفة. والمحبة شو تركتولا؟ كلام فاضي. لازم يعني البنت تحب وتعشق؟ لا لازم تنعطى للي بيدفع أكتر. اسأل الله قبل ما تتثقفي وتصيري تتبلضمي. هي أبي طلبك وأهلك رفضوا وأخدتيه. كان يحبني. ليش يومك كنتي تآمني بالمحبة؟ ها يعني أفحمتني. وليد لو بيحبك ما سافر. سافر لأنه بيحبني. وهم. ستي قالت لك نفس الكلام وما سمعتيه. شو يعني عم تحاسبيني؟ ماما ما عم حاسبك. بس ليش لما بتكونوا بعمرنا بتفكروا شكل ولما بتكبروا بتفكروا شكل؟ ليه بتفكروا عنا وما بتفكروا معنا؟ ليش تتركونا نخبي عنكم شو منحس وشو منعمل؟ ماما رح اختنق. ما عاد قدر خبي اللي صار. شو قصدك؟ تخيلي اوعي تكوني كانوا خلص. ما رح قلك اسف لانه الغلط اللي ارتكبته اكبر من الاسف. لو ابي كان عايش كان ذبحني. كنتي انتي حاميتي عني بس هلا انتي محتاره تكوني اب ولا ام. ماما ضربيني ورحمه ابي عندك تضربيني. شايف حماتي بتحبني. ست بهيجة اسمك رايقة بدي احكي معك حديث. بقى احكي بمقدمات ولا دجني دجتك العافية؟ اصبح بلا مقدمات. ست بهيجة انا نويت كمل نص دين. يمكن انا مو من مستواكم بس انا احق الناس بليلة. لذلك جيناكم طالبين لا تردونا خايبين. إذا هي بتوافق أنا ما عندي مانع. يعني موافقة؟ يا ريت أقدر ما وافق. يعني نقرأ الفاتحة ولا لروح أسألها أول؟ ليش هيك عملت؟ شو كان لازم أعمل؟ أنت شو ذنبك؟ ويمكن ما ذنبك. بوعدك بس قدام الناس بكون جوزك واخوك امام الله. ماما 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 ما تتركيني وحدي. عمري ما كنت بحاجة إليك مثل اليوم. يا بهيجي خانم بهيجي خانم بهيجي خانم بهيجي خانم. اليوم انا بهيجي خانم. ليش مالك جايب لي كاسة الشاي؟ وين ست بهيجي؟ مشغولة بتحضير الزهاز. جهاز؟ جهاز شو؟ لك خطبت ليلى وفرحنا بعد جمعة. وليد بهيجي بتاخده. وانا الله بياخدك. وليد بكره جاي. شو عرفك؟ بعد برقية. لا ليش عذب حاله؟ اسمع
والدي العزيز، أصلوا يوم الثلاثاء على الباخرة أستراليا. تحياتي لغوار وبهيجي، قبلاتي وليد. وليلة ما لا تحيات؟ إلا برقية خصوصي مكتوب عليها تفتح بالزيت. لك اليوم الثلاثة؟ ولك كيف يوم الثلاثة؟ ما أول مبارح الأحد وبكرة الأربعة. إيه والله اليوم الثلاثة. بعده قلبك تعبان؟ أكتر من الأول. شو تعبه؟ تعبان عليك. ليش من هون؟ مو رايحين على البيت. عازمني على الغدا؟ يا ريت. لكان شوفي سر. بتخبي علي؟ ليلى في إلك هالبرقية. برقية؟ من مين؟ لا تأخذيني، فتحتها وقريتها. هذا من حقك. يهنيك بسلامته. الهنا مشترك يا عمي. مبروك ليلى. واصل يا حبيبي. بابا. الله يرضى عليك يا ابني. ليلى. أبو الغار. سيك. ليش؟ بعدين بتعرف. الحمد لله على السلامة. تعذبت كتير. عريس الزين من عنا. عريس الزين من عنا. عريس الزين من عنا. عريس الزين من عنا.
الزين يتهنى عريس الزين يتهنى عريس الزين من عنا عريس الزين من عنا هو يا عريس كتير ملبس يا عريس كتير ملبس شن قليلي شن قليلي شن قليلي شن قليلي شن قليلي شو هالليلي شن قليلي شو هالليلي من هالليلي صار له عيلي من هالليلي وعيلي يا دار العز والله العز بالبقلك 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 يا قلب خيوم هواك راماني هو يا قمر فضة على ايش البغضة هو بعطيه لا ترضى خيوم من عين رسمالي هل اسمعني هل اسمعني فرحان يا قلب خيو هواك راماني هل أسمار اللون هل أسماراني فرحان يا قلب خيو هواك راماني يا أبو عيون وساع حطيت بقلبي وجاع وبعطيك سبع ارباع خيو من عين رسمالي هل اسمعي اللون هل اسمعراني فرحان يا قلب خيو هواك رماني فرحان يا قلب خيو